أكثر من 65 ألف متفرج في مدرجة الأولمبيكو، والعناق بين ساري الإيطالي وفونسيكا البرتغالي قبل ضربة البداية، وسط أجواء جماهيرية كبيرة. 3000 من عشاق اليوفي انتقلوا من تورينو إلى العاصمة مقابل حضور تقريبا 63 ألف متفرج من جماهير الذئاب العاصمية. اليوفي مشاهدينا الكرام يلعب الليلة بشعار خطف بطولة الذهاب من إنتر ميلانو، وبالتالي ضرورة الانتصار مقابل أماني لملمة الجراح من جانب روما بعد نكسة الجولة الماضية في هذا الملعب أمام المارة تورينو وهدافه بيلوتي. مباراة تعمل الكثير من الحسابات التاريخية، مواجهة تتعلق بتشريف ألوان الفريق قبل كل شيء وفوق كل اعتبار. ألكساندرو يعدي كرة ممتازة، بلاسيكو روما يوفي في مسيرته التدريبية، وكرة خطيرة والهدف الأول. يوفي جول، يوفي جول. ميراد ديميرال، الصخرة التركية ميراد ديميرال، رويان رويال، في أول هدف لي منذ بداية الموسم هو ميراد ديميرال. يثير إعجاب بافيل نيدفيد، الكرة الذهبية الأوروبية 2003، رونالدو اللي تحصل على المخالفة، كرة ثابتة، ألكساندرو، المتابعة من ديميرال، الاعتبار من جانب فريق العاصمة، وهذه كرة وبيليغريني باليسار لكن بدون خطورة، رقم 7 لفريق روما. مدافع أيمن كولاروف، كولاروف والتصدي جميع، وهو الذي صنف داخل التيران. المدرب ساري طبعا فضله على المدافع الاخر للفريق روجاني، وشاء سوء الحظ ان يلعب دور في الحكايه بما ان الدنيا ستار. ورابساي، رابساي وزع مع بيسكارا، وفي عمر ال 55 عام ضربه جزاء، ضربه جزاء وانذار مشاهدينا الكرام لفيريتوت الفرنسي. ثاني سيناريو، نار 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 يا حبيبنا. لوبيز يتعدى رونالدو، جول فالرونالدو، كريستيانو الرهيب، رونالدو العجيب، يسجل ثاني اهداف اليوفي في اقل من 10 دقائق لعب. هذا هو سلطان الكرة الإيطالية، اليوفي. أنا اليوفي التي على جماهير روما تقدر ب 63 ألف متفرج. ربما الإنذار لميلان بيانيتش، فعلا إنذار للبوسيجريني. بيليغريني وزع وتشيز، التوزيع وين الرأسية الرومانية وبالرأس، وطبعا تشيز لأدريان رابيو، كرة من كوادرادو، ميراد ديميرال، المطرقة التركية، يصاب جولتين لحد الآن. جول، هل هنالك ضربة جزاء؟ أدريان رابيو، روما وإمكانية التصويب، لكن وين بلاز ما يكون رونالدو يوزع. أي امتياز لرونالدو، أي امتياز لروتي الأرجنتيني. يصاب تغطية الدفاع على التسجيل، قادر على التسجيل، والمباراة ما زالت. لاعبي اليوفي ديبالا والرايا، رايا على أرن رامسي. الآن الكرة ليه كولاروف، ويراوغ سانيولو يعدي وينغ واتشيكو، تصدي كوادرادو، كوادرادو يوزع سانيولو، سانيولو الدوري الإيطالي. يكسب المخالفة أدريان رابيو بالورقة الصفراء. سانيولو عنده القوة والفنيات، كولاروف، كولاروف قوية لكنها غير دقيقة، مرت بسلامة ومضات عاصمية. وهذه كورة رونانزي ممتازة لأوندير، أوندير تصدي من مانشيني، زعيفة رمى ميسي كيما كرويف، كيما دي ستيفانو، كيما بيلي، كيما مارادونا، كيما زيدان، كيما بلاتيني، اسماء. بيليغريني كرة لدييغو وأوندير وفلورنسي واندرو رامسي، رامسي توزيعه في السقف، حكم يعطيه مخالفة
رامسي وكولاروف، فرجة اللعب لفلورنزي، فلورنزي وزع هدفين بخمسة أهداف بعد تشيكو سبعة، وهذه كورة المطالبة بضربة جزاء. ماركو غويدا يصر ويقول لا، وتشيكو تسويف ويعلن على ضربة جزاء. ضربة جزاء والسيناريو جديد في المباراة. مشاهدينا الكرام، ألكساندرو يبني عديد ضربة الجزاء، وهذا بيروتي، بيروتي جول جول، بيروتي جول، انفجار زلزال، والصورة خير شاهد على ذلك في الأولمبيكو. شعلت النار في الأولمبيكو، عاد الاستقرار لجماهير روتي أمام بيانيتش. بيروتي يوسع بجانب الرأسية البوسنية للاعب إدين تشيكو.